أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اگر آپ کو ہماری تلاوت کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کر دیں.